مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم بقدم لكم طريقة عمل الباقية العدنية. فكرة تشبه الفلافل أو الطعمية، ولكن الفلافل يعملوها بالحمص والطعمية يعملوها بالفول. الباقية نعملها بنوع من أنواع الحبوب تسمى اللوبيا أو الدقرة. سهلة وسريعة وبسيطة، أتمنى أن تنال إعجابكم. الخطوة الأولى وهي نقع اللوبيا بالماء بعد غسلها تماما. استخدمت هذا النوع المتوفر هنا في برلين. هذا هو شكلها بعد مرور 12 ساعة تقريبا. الآن أصبحت رطبة جاهزة للطحن. قسمت إلى 3 أقسام، القسم الأول والثاني حطيت معهم البصل والثوم وطحنتهم لأن كميتها كبيرة ما بتكفيش معانا أن احنا نطحنه كامل كدفعة كاملة. القسم الثالث طحنت معاه تشكيلة من الخضار، معانا البصل الأخضر، الكبزرة، ومعانا كمان الكرات، وكمان شيء اختياري وهو الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة. والآن خلطت الجميع مع بعض، وطبعا ناخذ على حسب حاجتنا، والباقي نحتفظ فيه بالفريزر بالأكياس الخاصة. الآن جاء دور البهارات. قبل مقليها أحط ملعقة صغيرة من البسباس الأحمر العدني، الفلفل الأحمر، والكركم، والكاري، والملح، والكمون، وأقلبهم مع بعض، وأسخن الزيت وأبدأ بقليهم. كما تلاحظون أشكلهم بيدي وأحطهم بالزيت الساخن، وأول ما أحط حبات الباقية أنقص النار إلى الوسط حتى تنضج معانا جيدا. طريقة ناجحة ومضمونة، وما استخدمش معاها البيكنج باودر. تطلع مقرمشة ولذيذة. أقلبهم حتى يتحمروا من الجهتين، ومن ثم أخرجهم من الزيت على صحن عليه ورق المطبخ، وأواصل عمل كل الكمية بنفس الطريقة.
ما شاء الله الباقية صارت جاهزة معانا، تقدم مع البسباس الأحمر العدني، أو إذا تحب كمان السحاوق اليمنية الشتني الأخضر. الباقية ما شاء الله لذيذة ومقرمشة، نالت إعجاب أسرتي، أتمنى أن تجربوها، وشكرا على المتابعة.